انا بقى مزاجتل صاحب المزاج العالي، ومعروف عند الكل علشان الصنف بتاعي تمام ومن النوع الغالي، يخليك متكيف وبالك خالي وغايب عن الوضع الحالي، لا بتفكر في مستقبل ولا عندك امان. وساعة ما تفوق اوعى تفكر وبسرعة تعالالي، أنا عندي نظرية سهلة وبسيطة اسمها المزاجات تجيب الجنيهات، وهي دي برنامجي في الانتخابات. هيجي واحد لسه فايق من 5 دقايق ويسألني ازاي، أقول لك يا سيدي الحارة كلها بتجري على المزاج، واللي ما يلحقش بيجيب من بره بسبب قلة الإنتاج، وكده فلوسنا هتطلع بره واحنا في أشد الاحتياج. والحل إن احنا نعمل كفاية إنتاجية، يعني نزرع مزاجنا بإيدينا ونعمر الطاسات اللي حوالينا، وبكده هترخص الأسعار وتزيد الطلبات، وكمان ممكن نصدر بره بالدولارات. هتقولي وهنزرع فين؟ في أي خراب؟ ما الحارة مليانة خرابات، وبكده كله هيتكيف بره وجوه وفي الهنا يبات، ولا هيسأل عن تضخم ولا أسعار ولا إنجازات. وهي دي فايدة المزاجات، مزاجات وزير الكيف وظبط المزاجات.